سلطة خضراء مشكلة مع الكمثرى، جبنة الجورغونزولا والجوز المشوي. في وعاء يوضع ملعقتين صغيرة خردل، ربع كوب خل بلسمي ويقلب. يضاف 3/4 كوب زيت زيتون مع التقليب المستمر، ثم ملح وفلفل حسب الرغبة ويقلب. في وعاء يضع 450 جرام أوراق سلطة خضراء مشكلة، 120 جرام من جبنة الجورغونزولا، 4 حبات كمثرى مقطعة شرائح، 100 جرام جوز محمص، ثم يضاف الصوص ويقلب وتقدم.